فوز غلام يقترب من عملاق إيطاليا في صفقة تبادلية في الانتقالات الشتوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ أي فيديو، ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معنا خبر النهاردة من صحيفة توت سبورت الإيطالية، وزي ما انتم شايفين كده ده غلاف الصحيفة وعليه فوز غلام. وتفاصيل الخبر بتقول ايه بقى؟ اسمع يا سيد، تفاصيل الخبر بتقول بان ادارة نادي انتر ميلان، وطبعا نادي انتر ميلان يمكن في الفترة الاخيرة ما بينافسش، ولكن انتر ميلان من عمالقة الكورة في ايطاليا وفي العالم كله زي ما احنا عارفين. تفاصيل الخبر بتقول بان ادارة نادي انتر ميلان بتريد التعاقد مع الدولي الجزائري فوز غلام في صفقة تبادلية في الانتقالات الشتوية. واكدت الصحيفة الايطالية بان المدرب الايطالي كونتي يريد التعاقد او ضم اللاعب الجزائري بسبب نزعات الهجومية واللي هتساعد كونتي في طريقة لعبه اللي بيلعب بيها 3-5-2. واوضحت الصحيفة بان عرض نادي انتر لنادي نابولي ان نادي انتر هياخد من نابولي فوز غلام مقابل ان نابولي هياخد من انتر لاعب اسمه بوليتانو. وطبعا وسائل الاعلام كانت تحدثت قبل كده ان فوز غلام قريب من نادي مارسيليا الفرنسي او الدوري الانجليزي، ولكن دخول نادي انتر في المفاوضات هيغير الطريقة وهيغير خطة اللاعب، وده اللي هنتعرف عليه في الفترة اللي جاية. وطبعا احنا بقينا في فترة الانتقالات الشتوية، وزي ما بيقول المثل المصري، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده علشان اليوتيوب يقترحه. والسلام.